المجتمع الدولي اذا للتدخل انا برايي هو مجرد كلام هو واجب على رئيس الائتلاف ان يخاطب العالم ولكن انا احاول توضيح الحقيقة دوما وبقيه المدن السوريه جوبر على سبيل المثال قرب دوما تقصف منذ سنتين ولم يتوقف قصف في اي يوم من الايام صحيح ان هذا القصف زاد كثيرا خلال الاسبوع الاخير ولكنه كان مستمرا من يرى دوما اليوم لا يوجد بيت الا به شهيد او مهدم او يوجد به معاق او جريح دوما مدينه منكوبه كما جوبر كما بقيت بلدات الغوطه ولا احد يتحرك ولا احد يقول اي كلمه، اللي بدي اقوله تماما كانت هناك ملاحظات على الشيخ زهران علوش لماذا قصف دمشق، انا بدي اسال بعد سنتين وبعد صمت دولي وبعد عدم تنفيذ قرار اممي الا يحق لزهران علوش ولغيره ان يقصف المراكز الامنيه والعسكريه ومستودعات الشبيحه في دمشق؟